عمليات ضبط المخدرات الضخمة تتوالى من السعودية إلى اليونان وإيطاليا وغيرها، فيما أصابع الاتهام تتوجه إلى حزب الله، والاتهام هنا ليس سياسيا. فمكتب التحقيقات الفيدرالي يتعقب عمليات الحزب في هذا الإطار منذ التسعينيات لارتباطه بعمليات أمنية. ديريك مولتز الرئيس السابق لإدارة العمليات الأمريكية الخاصة لمكافحة المخدرات دفع باتجاه القبض على عناصر شبكة حزب الله أثناء توليه مهامه ليكشف عن خيوط إحدى أكبر شبكات التهريب وغسل الأموال في العالم، وهو اليوم معنا كي يخبرنا عن أصل القصة التي تتوالى فصولها تبعا. أشرفت شخصيا على ملاحقة عمليات تجارة المخدرات المرتبطة بحزب الله، كيف بدأ الكشف والربط بين تلك العمليات والحزب؟ كشفنا عبر سنوات العلاقة الوطيدة بين التنظيمات الأمنية الدولية التابعة لحزب الله وعملاء الحزب المنخرطين في التجارة. هؤلاء ينفذون عمليات دولية لتهريب المخدرات وجمع الأموال لدعم مشروع حزب الله، وقمنا بالتعرف على الأشخاص واعتقال عدد منهم على مدى سنوات، وتأكدنا من علاقتهم بحزب الله. And we established the connections to Hezbollah. بعدها توالت أسماء العملاء الخطيرين في حزب الله من الذين تم التعرف عليهم كعلي فياض وعميل آخر ملقب بالشبح وعبدالله صفي الدين وهو أحد أقرباء زعيم الميليشيا، ولكن رغم تحققكم من هويتهم لم تنجحوا في القبض عليهم، لماذا؟ عبدالله صفي الدين as you know he was Hezbollah's ambassador to Iran. عبد الله صفي الدين كما تعرفين هو سفير حزب الله في إيران، وهو من فتح حسابات حزب الله في البنك اللبناني الكندي لتهريب مليارات الدولارات عبره المتأتية من تجارة المخدرات لتمويل حزب الله. ولكن لسوء الحظ، رغم أنه تم تقديم الأدلة إلى السلطات الأمريكية في نيويورك وفي واشنطن تحديدا إلى المدعي العام، إلا أنه لم يكن هناك قرار باعتقاله في ذلك الوقت، لكن تم إنزال بعض العقوبات المالية عليه وعلى تجارته وعلى محمد بزي وغيره، لكن القضية لا زالت مفتوحة. أما بالنسبة إلى علي فياض فتم اعتقاله في جمهورية التشيك. هو سقط نتيجة عملية تعقب وحدة من إدارة مكافحة المخدرات على خلفيات اتهامات بالغة الخطورة، ولكن أيضا بضغط سياسي تم الإفراج عنه، وذلك فيما كانت المفاوضات قائمة لإبرام الاتفاق النووي، وكانت قضية فياض ضمن المفاوضات، لذلك لم يلاحق قضائيا وعاد إلى لبنان. إلى أي مدى تتدخل السياسة بالقانون وبالعمليات الأمنية والتحقيقات؟ السياسة تدخل في العدالة في كل العالم، والفساد يدخل في العدالة في كل العالم وليس فقط في الولايات المتحدة. هذا سؤال صعب، ولكن أيضا يمكن أن لا تصل المعلومات إلى القيادة، وبالتالي يمكن أن تتخذ الإدارة قرارات من دون الاستناد إلى جميع المعلومات المتوافرة. لدي مخاوف من إدارة بايدن، لأن بايدن كان نائبا للرئيس عندما اتخذ القرار بعدم الذهاب بعيدا في قضية حزب الله. التحقيقات التي أجرتها إدارة مكافحة المخدرات امتدت إلى 6 قارات، وركزت بشكل مكثف على أفراد في أوروبا والمكسيك ومنطقة المثلث الحدودي وفنزويلا وغرب أفريقيا. أما مخططات حزب الله لغسيل الأموال فتستند إلى نشاطات تجارية تمتد من أمريكا الجنوبية إلى أفريقيا وإلى الولايات المتحدة، لكن في النهاية يلجأ إلى بلده الأم لبنان لإدخال إيراداته في النظام المحلي اللبناني عبر شركات الصيرفة التي تستقبل أموالاً نقدية وتدخلها في بنوك لبنانية،
ومن بعدها يسهل إدخالها إلى حسابات مصرفية في الخارج. بشكل عام، كيف يعمل حزب الله على تهريب المخدرات، وما هو النمط الذي يستخدمه من خلال مراقبتكم وكشفكم لبعض أعماله؟ حزب الله كان يستفيد من شبكات تهريب المخدرات العالمية وبشكل خاص الكوكايين من أمريكا الجنوبية. إذن كل المخططات التي كشفنا عنها هي عبارة عن أطنان من الكوكايين يتم شحنها إلى غرب أفريقيا ليتم توزيعها عبر العالم، وبعدها يعمل عناصر حزب الله غرب أفريقيا لجمع الأموال ويرسلونها إلى بيروت ويدخلونها في شركات الصرافة عبر الحدود البرية والبحرية والجوية التي يتحكمون بها ومن مطار بيروت بشكل خاص. وهذا بالضبط ما كان يفعله أيمن جمعة، الرأس المدبر الذي كان يدخل 200 مليون دولار شهريا إلى البنك اللبناني الكندي من خلال عمليات تهريب. لأعطيك مثالاً عن الحملة باسم كاساندرا التي كشفت أنه عندما تم تحويل الأموال إلى البنك اللبناني الكندي، كانوا يعملون على إرسال الأموال عبر حسابات لبنوك مراسلة في الولايات المتحدة، وتلك الحسابات المصرفية تم ملؤها بملايين الدولارات لشراء سيارات مستعملة في مختلف الولايات الأمريكية وإعادة بيعها غرب أفريقيا لغسيل الأموال وإظهار أن مصدر الأموال هي تجارة السيارات، أي من تجارة شرعية وليست من تجارة المخدرات. ولكن في الولايات المتحدة فريق التحقيق المالي قوي جدا واستطاع كشف المخطط، وبمساعدة الخزانة الأمريكية وإدارات أخرى استطعنا كشف الموضوع وفضحه على الملأ أمام العالم، واسترجعنا 150 مليون دولار. متحمس لإنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول حزب الله، إلى ماذا أسفرت التحقيقات للوحدة حتى الآن؟ هذا المسار لا يزال مستمرا، عدد من عملاء حزب الله لا يزال نشيطا في العالم، ونأمل أن تتم ملاحقتهم ومحاكمتهم في المستقبل القريب. نتكلم عن قرابة 20 إلى 30 عنصرا خطيرا جدا، وهذا العدد بالطبع يتغير مع تغير متطلبات الحزب على مدى سنوات. الرئيس السابق لإدارة العمليات الأمريكية الخاصة لمكافحة المخدرات ديريك مولتس، شكرا لك على تلك المعلومات حول تجارة حزب الله للمخدرات الممتدة على مدى سنوات.